الدنيا نحو يعني أنا كان كقديو فرين جودو شعبة أو أه إن مركا حسوس يكنا وعي قليو ديوان قلين أوك إن الحكومة دو تهريب كودو أي تهريب نش أو حكومة ديوان قلين تمدريجا تدارنا نقدر يو والله وكيل هذا يو حكومة ده وما ده واحد يحكون أعطاه وشرعه شرعه هذول مرة وحلو أنت دولة نبي داخلها تلك إن مالي والبوح خصص دعية إسكو حكم كي شرعه إن دس حكميني يو أحد راح شاه وحكي وقت النقطي أفرت أصلا نظر حكومة ده كل مية درك كتير نسي إن ده كان لغو دقي عدالة دره لقد دحلي وسوق ماس وربضان يدنايسي لو أبوري انتي دل كان هاي لهي أما مسؤولية دلو ديتي تاسنا إن غطي الشعبي يدل كي بلو قيبيو دل كيني ودل لغو بوسان ويوقر قربو قايا ونوغن يو حكا دعيا باري دولة 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 أنا خصوصا نقول يا مانتا قدو كان كهلا يويا أرنك الديوان قلينتا دولة دو أفرسنا يدل كايسي ديوان قلينتا أنا من لوگ فردی به ما قرآن لگ مهند. و دیوانگری تمد لگ. آریت دیوانگری تدور شوین کو. وحی مریسی. مراحل کل دوان. مرور بنا. ای کعج جدید سه حکومت در خطر است. این لردم است رش عیه دی لوگ تر داری. یو. چیت کی مریسی. و دام باین. بشه تدابات. خوبی تو من که دی لوگ نیسته تو من که. وحی سلام قرآن. وسارة داري ما أقولها، ودي ما كنت من جارتي، صلاة حس بقرار، يا حكومة دي، إن أنا لا إسكوشين لا بد الديوان قلود، يلا خلاص عارم، أرنت هوا حي عن صحيح، هو صحيح حي، من حوينها الجمهورية ده، تضوي تونك يبشي كوي تونات، يلا لا بد يكون يستحي تونك، وحمانة الديب ليش يوصل نقطة، ما يهين، أرين لقيه شيء. وأكيد شيء يندب بحياشة صدق الحس بقرن حكومة دا يوسف الدري ما بدها ومثل شيء حكومة دا بدعينه نصح حبيبة يا غرقاس وحيل الرجسوا أي واحد إن لدى ما يستره شرع جد ديوان جنتها عبد حياشة إهرو شري إن لابد رقعة بدا وحكى بدل كاه سلوا فتيه ندم فعصب كجتو إن إيش الله يقاضو في عبد حياشة شرعي قاسي كابستي سي لغسو غيي وحاول دياريه سبعين عيسو قران يا كوميشن كا وحيو قد بيان بارلمان بارلمان كبك اللو قد بيان بارلمان هو سعليي يدو او اي كودة سعليم حبنا حكومة داين لسعليو وحي لان الحكومة دهن لسو قد بسا حكومة دوال كفار يسرطة شرعي قام مده يستي وحي قد بيان بارتميه بشي يسدي داد لكن وحي نقطي وحي قد بياني إن الشرعية ديوان قلت عاد بحياشة يا هيدن كونين كلو سمعيو أي كود دران شرعي كلو واد بودو إلا تهريبين أيو واه ديوان قلت المدنية ولو لا دق دق أيو ساي عقبات قلنا قطو إن دل كان أي كيد قلان دور شوين كي لهوي وحا عادا إن تهريب كاي كوتشران وصير كارمه قدها يوصير كبه حتويدو وراه لي نغشة غي وما احتويت لي نغشة غي إن كنت شرعي أي مرين برلمانك كنت كشرعي أنا هبين يلا بك بدن قادم شرعي إن لا نناقشه ولا قبل عنده وحابين كفي لي هي معها وحتى سينو عدين صح إن شرعي دايما لقيني يمشوا تهريب كنت غي برلمانك تهريب لك بحي شعب كسومالي الآن وها شعب كسو بحي دقال دير مثل او دقالنا وديه دانا سو مري هرو مري او تاقل اينا سبدل دارك كي مادو ايان دارنا ايتاي مانور بينك قلي شبيا انو بدا كرد من او تهريب ايو وحيابا لغا تهريب اينا او بدان تاي دال كان او آل شرع يدي سي دين عنو سعود وحلقا مرمان نقطي ينا فرين تان قد بيو مانتا او ادقنين يدر دارك شرع إلى تهريبي وضمبه صرت قلما نقلها
waan u soo jeednaa, ummadana waan u sheegaynaa, waananu ku hagaynaa shacabku waxay rabaan, gaar ahaan daayarta. Xukuumaddani waqti bay leedahay, waqtigeedii waa gabagabo. Waxaa looga fadhiyaa inay qabtaan doorashooyinka. Hadday doorashooyinkaasi waqtigooda qabsoomi waayaan, iyadoo dalkan sharciyaddii ay ku jirtayba dhaawac badani ku jiro, waxaa xaqiiqo noqonaysaa inaan lagu sii socon doonin sidan laba midun ay noqonayso. In dowlad wadaaga la dhiso iyo in Sheekh Cali Jawhar mar dambe laysoo keeno dadkii oo odayaashii hore uga taliyay la taliyaa. Arrinkaasi meel looga gudaabi jiro. Waa fariin ku socota xukuumadda. Baarlamaanka maanta waxaa la horyaalaa sharciga tahriibka ah ee la isxusiiyey sharcigii diiwaangelinta madaniga ah iyo sharcigii diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxaan mar kale kula dardaarmayaa, waxa idin horyaalla waa wax khuseeya mustaqbalka ummaddan, ilmihiina iyo ilmihiisa. Waa arrintii hore hadda idin seegtay, waa iga digniin sharciga tahriibka ah ayaanu dhicin. Hadday dhacdana waxaanu dadka u sheegi doonaa qaabka ugu adag ee lagu hortagayo, iyadoo awalba ay dadku ka sheegeen gobollada oo dhan inaanay diyaar u ahayn diiwaangelinta madaniga ah ee aan dhammaystirnayn, ee lala degdegsan yahay, ee aan sharcigeedii baarlamaan marin, ee aan miisaaniyadeedii baarlamaan marin, ee tunka lagu sido. Waad mahadsan tihiin. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Soomaaliyeed inay loo badbaadiyo. Waxaanu diyaar u nahay aanu danaha iyo shaqsiga u soo saaray inaanu hogaamino dadkali waxay rabaan. Haddii shalay dhengadaysateen kulmiye kelmaddaa hore waanu yihi, maantana ku celinaya. Dengadu waxa weeyaan dareenka shacabka. Dengadii maanta anaga sidanaa minbar ilaa galbeedna waanu xaqiijin in dalkan lagu soo dabaaro sharciyadiisi. Waad mahadsantihiin.